تشو كامله واحده واحده. حنا كخصنا ما خرجوا حتى شي واحد. حنا ما خرجوش من الديار ديالنا ولا يطيحوا علينا القنابل نموتوا في الديار ديالنا وما خرجوش. شحال من عمر باقي عام من موت دابا؟ شهدوا لا اله الا الله، شهدوا ان محمد رسول الله. يعني دابا انتم شاريين برزاق ديالكم، شاريين مزايا ديالكم. كلشي ديالنا وثائق ديالنا مكموله باكملها، ما نقص فيها حتى شي حاجه. ديالنا باش مشرينا، عندنا الرخصه ديالنا باش بنينا، عندنا الرخصه باش دخلنا الماء والضو، علاش غير جينا طحنا وحطينا وبدينا كنبنيو بلا حجج؟ دارك بنيتيها ما خلقتي وتربيتي وتولدتي فيها وجوجتي وقيت ولادك وجوجت ولادك وتسيي في الزنقه، شحال كانوا هادي؟ راه 100 عام فين كانوا؟ كانت سلحه وما تشوك عيل برارك، هادي من 75 كانت الكود ديالهم فوق البرارك والتحيت كانوا الديور، وتن دابا عارك على الظهر وهاد الناس. باش يجي دابا يهودي يقول هو الارض ديالو باش هو يستعمرنا ويقولوا عاود من بعد دوز سنين ويقولوا المغاربه باعوا الارض ديالهم من اسرائيل، حنا غادي نموتوا على ارضنا وخا يعطيونا الملاير ما غادي نعطيوها لهم. اذا مشاهدي قناه طنجاوي، كان توجه امام المحكمه الابتدائيه عشرات ان لم نقل الالاف من مواطني حي بن كيران جاوا للاحتجاج ضد قرار بالترحيل او بافراغ مجموعه من المنازل في حي بن كيران. شركه قررت انها تقاضي مجموعه من الاسر بحي بن كيران بدعوى ان الارض تملكها هي في الاصل. اذا كما كتشوفوا مجموعه ديال الاسر اللي كيقولوا بانهم اكثر من 2400 منزل مهدد بالافراغ. السلام عليكم، علاش جيتوا الاحتجاج اليوم؟ حنا جينا نقول الاحتجاج، السلام عليكم اولا، حنا جينا نقول الوقفه الاحتجاجيه جاو لا يخرجونا من ديورنا، حنا ما جاتناش الاستدعاء ولكن من ضمننا مع خدنا، اليوم غيخرجوا هذا غدا غيخرجوا لنا، حنا ما خارجينش تحيه لمحمد السادس ويحيى الملك محمد السادس ويشوف فينا وتشوف فينا هو الملك ديالنا هو بابانا هو كل شيء والسلام عليكم. جيت انا لا كيخرجونا من ديورنا وحنا لا شاريين بفلوسنا. شحال شاريين؟ انا شاريه، انا جيت شريت، انا شريت في عهد ديك الايام اللي كانت الغلاف ديال شريت انايا ب 73 مليون 73 مليون فهمتي، وعندي ولادي ولاد ولادي ساكنين معايا الاسره ديال الصبيه الصغار. شحابيكم الاسره كاينين بزاف؟ الاسره عندي شي اكثر من شي 10 في الاسره. 10 وعاد ولادي وانا والراجل ديالي، والراجل عندي كبير. الراجل واش جاكم استدعاء؟ واش جاكم استدعاء؟ انا ما جاتنيش استدعاء ولكن جات من الجيران ديالنا، جات من الجير ديالي بحال جات ليلي. انا ما نقدرش الجار ديالي يخرجوا حومه وحده، حومه تشوك كامله وحده وحده. حنا خصنا ما خرجوا حتى شي واحد، ماشي انا ما جاتنيش مجلس. لا هذاك خايب اللي خرجوه، وحنا خوت في الاسلام، حنا خوت في الاسلام كاسنا عندهم هذا باش يخرجوه وانا ما يخرجونيش حتى انا يخرجوني. انا عندي في عمري 70 سنه، شحال باقي لي في العمر؟ عام عامين. انا هنموت نمشي بحالي ولكن ولادنا فين يمشيو؟ ولادنا يتشردوا، ولاد ولادنا ما يتشردوا. الله يا ودي حنا ما خارجينش، يجيو يهزونا من المحمل. شحال من عمر باقي عام من موت دابا؟ شهدوا لا اله الا الله، شهدوا ان محمد رسول الله. ساكنين والدينا وجدودنا ساكنين هنايا، علاش غير كنقبطوا ونبنيو؟ راه حنا كنشريو قطعه الارض ونمشيو بالقانون ديالنا ونمشيو نتكاتبوا ونمشيو عاد كنبنيو، درنا الرخصه ديالنا عاد بنينا، عندنا الرخصه ديالنا باش شرينا، عندنا الرخصه ديالنا باش بنينا، عندنا الرخصه باش دخلنا الماء والضو، علاش غير جينا طحنا وحطينا وبدينا كنبنيو بلا حجج؟ القصه كيفاش بدات؟ واش بدات كتجيكم استدعاءات؟ استدعاء كذا واحد دابا كيعطيو استدعاء للدار وينقصوا جوج ديور ويعطيو استدعاء. ومن بعد اكتشفتوا ان كاملين بكم مهددين بالافراغ. مهددين بالافراغ. شحال تقريبا من اسره؟ شحال من اسره؟ راه الحومه تشك كاملاش من اسره. الحومه تشك ما غاتحصاش. الحومه تشك راه نصف طنجه. هي الحومه تشك. شتي الا درتي نصف طنجه هي الحومه تشك. اكبر حي، اكبر حي هو حي بن كيران. حي بن كيران هو اكبر حي. باغيين يهزونا باي طريقه، يعني عينهم في ديك الارض عملوا عينهم فيها خصهم يهزونا منها. رحنا ما خارجينش منها وبالروح بالدمع نفديو عنفديو. دارك بنيتيها ما تصرف خلقتي
خلقتي وتربيتي وتولدتي فيها وجوجتي وقيت ولادك وجوجت ولادك وتسيي في الزنقه. شحال كانوا هادي؟ راه 100 عام. فين كانوا؟ كانت السلحه وما تشوك عين البرارك. هادي من 75 كانت الكو ديالهم فوق البرارك والتحيس كانوا الديور. وتن دابا عارك على الظهر وهاد الناس حنايا حنايا. استعمرنا دابا حيت الجدود ديالنا ماتوا في هاد الارض هادي، ماتوا باش يحفروها. والملك ديالنا الله يرحمه محمد الخامس راه تنفع على هاد الارض هادي باش يجي دابا يهودي يقول هو الارض ديالو باش هو يستعمرنا، ويقولوا عاود من بعد دوز سنين يقولوا المغاربه باعوا الارض ديالهم من اسرائيل، حنا غادي نموتوا على ارضنا. وخا يعطيونا الملاير ما غادي نعطيوها لهم. مرحبا والدي، كنشكرك بعدا على المجيء المؤازره ديالك للحي وهذا، تبارك الله عليك، هذا كيبين لنا النبل ديالك والصراحه الصدق ديالك اخي، تبارك الله عليك. دابا شنو هو الشعور ديالكم ملي سمعتوا هذه الاخبار وكيفاش تقبلتوا هذه الخبر؟ احنا صراحه من الاوائل اللي سمعنا بان ثلاثه ديال الناس وصلتوا لنا هذا، وبقينا كنبحثوا في هذا الشيء هذا، تبرنا بان تقريبا 26 دار اللي وصل لهذا الميساج هذا، وقررنا اننا ننشئوا واحد التنسيقيه موافقه ديال الحي، يعني يدخلوا فيها جميع الممثلين ديال بالحومه، يعني باش ننشئوا التنسيقيه هذه باش تكون الخطوه شبه قانونيه. وفعلا بانوا بزاف ديال المستجدات، سمعنا من التنسيق بانوا بزاف ديال المستجدات اللي هما مزيانين، وعرفنا التطور ديال القضيه، وعرفنا هذه الشركه هذه بانها داخله باسم الشركه، وشكون هما اللي شكون هما جوج الاشخاص اللي يمكن يكونوا شركه واحد ما ذكروش الاسماء اللي مزاد 1972، والثاني ما ذكروش الاشخاص اللي مزاد في 1961 هما اللي اسسوا هذه الشركه هذه، جاو كيطالبوا هاد الناس هادو بالافراغ، بان الدعوه هذه دعوه استعجاليه، حنا خصنا نحولوا هذه الدعوه هذه من دعوه استعجاليه لدعوه مدنيه، ونحاولوا ناجلوها باش نعملوا الدراسه ديال الملف، والساكنه ديال الحي بصفه عامه الحومه تشوك كامله منضمنه على اننا ما خارجينش من حومه الشوك، ما خارجينش سواء كان الحكم التنفيذ سواء كان بالافراغ سواء كان هذا الناس عندها الملكيه، عندها ثبوت البناء، عندها جميع الشواهد الاداريه كتخلص الضريبه ديالها، كاين الناس اللي كاري عندها فوند كوميرس، فوند كوميرس ديالها السيد كاري عنده فوند كوميرس غادي تخرجوا عاد تقريبا 1000 دار، ما بين 1000 و2500 دار، يعني ما يقارب 500000 نسمه اللي كانت هذه 2016 دراسه تثبتت ان 500000 نسمه في 2016، اما دابا قابله للزياده، الا خرجوا هاد الناس هادو للشارع غيهدوا السلم الاجتماعي ديال طنجه، لان اغلبيه ديال المظاهرات الكبيره اللي كانت في طنجه كانت مجا خارجه من حومه الشوك. والحومه الشوك فيها اطر، فيها محامين، فيها قضاه، فيها بزاف ديال الناس اللي هما فيها وكيل الملك اللي شفنا مره اخرى تعرض، وكيل الملك تعرض هنايا، كاين بزاف ديال الناس اللي هما عندهم قيمه مضافه لهاد القضيه هادي. ولهذا كنقولوا للناس بانهم الناس كاملين ديال حومه الشوك انهم يخرجوا تسلم هادي اللي مهديش، لان غدا ان شاء الله غدا ان شاء الله مهدي 14 هكتار، غدا كاين واحد 10 هكتار اخرى حتى هي ظهرت مولاها، الا شاف هاد الناس هادو تهددوا بانهم خرجوا وتهجروا وتشردوا من الديار ديالهم، حتى هو يقول انا كنطالب بحقي في هاد القطعه هادي بوقعه ديال 10 هكتار. ولهذا كنشوف حومه الشوك كواجهه ديال تقدر تكون هادشي هذا معرض طنجه كامله انها تعرضوا برشيفه كسفارات مبوغه بزاف ديال المناطق اللي هما عشوائيين وشعبيين في طنجه تعرضوا الحال تعرضوا تلو حي بن كيران والحومه الشوك. لهذا كنعلنوا التضامن ديالنا مطلق مع الساكنه، وكنايدوا هيئه ديال الدفاع اللي هما مشكورين على المجهودات اللي بذلوا معنا هنايا اخاي ديالهم كينوبوا علينا في المحكمه، وحنا هنايا كنشكلوا واحد الثقل واحد المؤازره ديال الخصنا اللي داخل اللي تعرضوا للاستدعاء. والسلام عليكم اخاي ابراهيم، شكرا. 75 ملي جيتي نتينا في 81 كان نص مبني. ملي انا كريت هنايا 150 درهم. السكنه كامله 50 متر ب 150 درهم. وبقيت وسكنت وشريت السكنه ديال الارض في 80 وبنيت والاخر ما كاين لا ما عطيت لا رشوه لا يديك لا يخليك. كان بني بالنهار. وعدلنا الحجه ديالنا بالكروكي ديالها بالمسائل ديالها كل شيء، ما كاين حتى شي حاجه. في شي 88 عاضدها لا كانت الدعوه كاينه مع بعضياتهم. يعني الدعوه كانت قديم. لا في ديك الساعه في ديك الثمانينات ناضوا كيدعوا مع بعضياتهم. شكون محمد 40 معمر في الاول عطاها وكان قبيب من مور قبيب سلمها ل 40
قالوا الا ربحتيها عندك 5%. المحمد بدا محمد كيدعى بشحال كيدعى ب 10 الناس 10 ربح هنا في الابتدائي وربح في الاستئناف. من بعد صيفطوها نقتل الابرام نقتل الابرام ما رتحش نعمل جمع الحجه للناس كامله ملي طلع ملي جمع الحجاج صيفطوها نقتل الابرام. هذا السيد كيشوف عنده غير 10 الناس المرتيح عنده 1000 ولا 1500 حجه ملكيه الناس ساكنين وعندهم الماء والضوء. ديك الساعه في نقطه الابرام حكمت الصالح ديال مرتيح. احنا من ديك الساعه احنا هاني في 2002 او 2003 خاه كان مرشح كان هنا رئيس المجلس البلدي وداك الشيء. قال لهم جماعه المرشحين خاه عبد السلام جماعه المرشحين كاملين قال لهم خصكم توافقوا معي تعطونا الارض في الثانيه على حساب الخاي والبلديه تحمل مسؤوليه ذا الناس. قالوا له ما يمكن قال لهم واخا. قال اخر نهار اللي مشاو باش يصوتوا امتنعوا ذوك الرؤساء امتنعوا. قالوا ما كاين شيء علاش غنحنا نوحلوا بلديه ونعطيوك انت في الارض في الثانيه. من تما ساعتك وقفت ما كاينش اللي هضر حتى على شي حاجه. دابا عاد مظهر عاود شكون قال لك عبد الرحمن في الاول كان محمد دابا عبد الرحمن. نهار عبد السلام كيدعوا ما احنا ما هذا الناس ما كيفاش كيفاش هالشيء هذا؟ علاش الدوله ما عندهاش القضاة ما عندهاش المحامون ما عندهاش اللي كيسيرها ما عندهاش وزير العدل ما كاينش وزير العدل قازت عليه وزير الماليه قازت عليه وزير الماء والكهرباء قازت عليه وزير هذو اربعه الوزاره اللي قازوا عليهم. ايوا وانت هذه الحكومه الارض الناس وكتوافق عليها وتبيع وما جبت ما كاين كيفاش هالشيء هذا؟ أربعة الوزارة أربعة الوزارة حنا اللي عندنا ووزير الداخلية وكلشي. علاش هادو من الناس بوزارة المالية بوزارة العدل بوزارة الماء والكهرباء بوزارة الداخلية هما كاملين كانوا حاضرين. ما كانش ما كانش الدولة ما كانش ما كانش الحكومة وعلاش حنا الدولة الحق والقانون علاش 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 حنا هذا الشيء هذا؟ اليوم عاد هذه 40 و 50 سنة عاد ظهرتي وفين كنتي؟ كاين شي قوانين اللي كيعطيك 40 سنه الناس ساكنه جات تضرهم من المنازل ديالهم ولا وريني انت بصفاتك صحفي او لا صحفي قولوا واش كاينه ولا ما كايناش ولا قولوا اتينا جاوب عليهم. حسن حسن ثاني كان قال لي بقيت ب 20 عام في الارض صافي السجن هذاك رحمه الله عليه ورضي الله تعالى عنه وارضاه قال لي ميلاف هاتي 10 او 15 سنه وانت تملك ما بقى لك ارض ما بقى لك ارض. الحسن الثاني رحمه الله عليه هيدا قال الانسان يملك واخا تكون الارض اللي كان. واليوم كان عندهم في القانون هنا في المحكمه القانون الملكيه كتنفي التيتر خصنا هذا القانون يخرج علاش واحد العدد الناس كانت عندهم التيتر واخر ظهر الملكيه وهو في عيش بلاده الا حاجه واحده القانون كيعطيها له. اليتامى اللي كانوا صغار وملي يروحوا شدوا جبروا الارض دابهم تبعت القانون كيعطيه يطيح يطيح. المسافر دار 20 سنه ما دخل المغرب ملي جا وجبار الارض ديالو تبنات القانون كيعطيه يطيح خلي له الارض ديالو خياك في جبرتيها. وهنا الملكيه هذوما ثلاثه الملكيه كطيح التيتر واخا يكون التيتر تشري في بلادك وهي تبنات وسكنات دخل الماء والضوء خطو الاصلاح وفين كنتي مطبوع؟ دابا باش نختصموا هذا مش متطلبات ديالك الاخرانيين زين. انا بحالي بحال الشعب اللي قالوا الامه احنا واحد منهم احنا واحد من هذه الامه. كيقولوا ما خارجينش من حومه السوق لا لا يعملونا كيف عملونا غزه احنا هنايا صافي عملونا كيف عملونا غزه اليهود وحنا صافي احنا روح وحده كت واحد الحاجه واحد شنو كنتمناو الموت شهيد هذا الشيء اللي كنتمناو يعملوا كيف عملوا غزه والله يجعل البركه ويتهنوا من هذا الشعب يتهنوا منه. نتمناو ان شاء الله ما يكون على الخير ان شاء الله. دابا حنايا حنايا كنطلبوا ربي كنطلبوش المخلوق وامير المؤمنين امير المؤمنين هي يشوف لها المسائل هذه. عندنا المساجد فيها عندنا في الحي عندنا الزاويات فيها عندنا كل شيء في هالحي وفين كنت يا ايها الرجل؟
هذه 60 سنه و70 سنه وانتينا في بلادك، في الوطن، في بلادك. ها العامل موجود، حكومه موجوده، وقف الارض. انا ها انا عندي الواجبات ديالي. كل واحد عنده الحجج ديالو. لا لا، هو اللي كيدعى دابا في ديك الساعه كان يوقف. من حقه يوقف. راه كاينه هنايا المخزن وكاين في الرباط اللي فوق كل شيء. اسيدي انا الارض ديالي وهالواجبات ديالي. هادو من الناس يسيطروا على العيام تاعي. بغا يوقفوها في ساعه واحده. والله ما تطلع راه جوره واحده. الثقه ديال الحومه الشوك اللي شرينا من عند السيد الاولاني مرتاح. البارح انا اتصلت بها. عندها 90 عام في العمر ديالها، فيها السيو ديال اسبانيول، فيها 10 دراهم السيو. الوثيقه اللي شرينا بها حنايا من عند مرتاح، مرتاح مات، ولادو ماتوا، باقيين الحفايض ديالو اللي بقاو، حفايض مرتاح اللي بقاو. ودابا هاد الناس هادو هاد الـ40 كيقول بان هو شاري تيتر من عند مين شاري هاد التيتر، خصنا نعرفوا هاد التيتر من عند مين شاري. يعني دابا انتم شاريين برزاق ديالكم، شاريين مزايا. كلشي ديالنا الوثائق ديالنا مكموله باكملها، ما نقص فيها حتى شي حاجه. انتم دابا شحال من عام وانتم ساكن في الحومه؟ 40 سنه، 40 سنه وانا ساكن تما. الوثيقه ديال مرتاح الاولانيه باش باعوها للشعب، باش باع للشعب. البارح انا اتصلت بها، البارح انا شفت البارح. يعني في عمرها 90 عام ديك الوثيقه، فيها السيو ديال 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 العهد اسبانيول، 10 دراهم السيو فيه. فهمتيني؟ دابا هاد السيد هذا اللي كيقول بان هو شار تيتر، عام يشراه، اش من عام شراه هاد التيتر؟ اش من عام؟ خصو يقول لنا اش من عام شراه هاد التيتر؟ هاد السيد هذا اللي شراه هاد التيتر كان باقي ما خلق، كان باقي ما خلقش. يعني هذا اللي شاري دابا كان باقي ما خلقش؟ كان باقي ما خلقش، باقي ما خلقش. ملي كانوا يبنوها الناس فين كانوا هما؟ فين كانوا؟ واش هاد الحومه الشوك واش تبنت في نهار واحد؟ الناس عندها الارض ديالها غادي تبنيها. هذا المستحيل. 4 المليون او 3 المليون ديال الناس اللي موجوده وهما يقولوا يا ود الارض ديالهم، منين الارض ديالهم؟ هذا هو الظلم. كل واحد شاري بالوثائق ديالو بجميع المسائل ديالو. ما هجموش هاد الناس على والحومه الشوك راها فيها مخزن وفيها محامون، فيها قضاة، فيها دكاترة، فيها جميع العلماء، فيها كل شيء. نسينا دابا شحال من عام نسينا ساكن من الحومة؟ 35 سنة وأنا عندي هنايا عندي. أما الناس عندهم 70 سنة. ودابا كيقول دي من لين ديالهم؟ ملي سمعت هذا الخبر هذا نسينا النفسية ديالك كيفاش رجعت؟ لابد الإنسان كيتغير. لابد يتغير الانسان، حنا ما خرجوش من الديار ديالنا ولو يطيحوا علينا القنابل، نموتوا في الديار ديالنا وما خرجوش. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.